إذن التغذية السليمة، كنا البارح حكينا مع مدام بثينة شيحي الزين طبيبة مختصة في التغذية على التغذية السليمة للمرأة الحامل. مكملناش الموضوع، ربطناه اليوم المرأة الحامل والمرأة المرضع. خلينا نرجع على التقرير وراجعين. فصل الصيف عنده تغذية خاصة به تحمينا من الجفاف والسخانة. الإنسان في الصيف يحتاج لتغذية سليمة باش يتحمل مناخ الحار، فما بالك بالمرأة الحامل اللي يلزمها تحمي روحها وتحمي جنينها. كيفاش المرأة الحامل نجم تتبع تغذية سليمة في فصل الصيف؟ ساهل ياسر، أهم حاجة هي شرب السوائل بكثرة وليس الماء فقط. يعني نجم نضيف للماء طعم آخر كما النعناع، القارس، الخيار، وتنجم أيضا تشرب الشاي البارد الخالي من السكر. أيضا شرب عصائر الفواكه لي جو فخي، وهما يعتبروا مصدر جيد للفيتامينات والمعادن إذ يوفروا للجسم الفيتامين سي والبوتاسيوم. من المستحسن شرب العصائر مباشرة بعد إتمام أعدادها، خاطر إذا قعدت فترة كبيرة بعد عصرها تنجم تفقد جزء كبير من الفيتامين سي. فما زاد تناول حبات الفواكه، لكن ما لازمناش نفرطوا في تناولها على خاطرها تحتوي على كمية كبيرة من السكري، ويلزم زادة تناول برشا خضر. هكا المرأة الحامل تحافظ على سلامتها وسلامة جنينها وتعدي الصيف في صحة جيدة. إذن كان هذا تقرير على الأبرز ربما الغذاء السليم للمرأة الحامل. اليوم في فصل صيف كنا حكينا على الماء وضرورة الماء المعدني واختياره وتناوله في فترات أو في مواعيد مختلفة. كل مرة معناها على طول النهار مش نشرب إدرا ونص فرد وقت ونقوله سيبان عن الاكتفاء من الماء، لا، بكميات قليلة لكن متواصلة على كامل اليوم. كيف نحكيه اليوم على الخضرة والألياف وكذلك الفيتامين سي وأهم الفيتامينات اللازمة للمرأة الحامل، خاصة إنها عندها جنين قاعد يتأثر بالتغذية متاحة. وقد ما تكون تغذية المرأة الحامل سليمة قد ما يكون الجنين في أمان وفي خطر وفي أمان عفوا، يحمي روحه أو تحمي جنينها من خطر الولادة ربما والمشاكل اللي تلحق بعد على سوء التغذية. نحكي وزيدة على الخضرة وكيفية استعمال الخضرة. يلزمنا ناكلوها، يلزمنا نغسلوها بالقدا دونك الخضرة هذه يلزمها تتغسل بالقدا، وكما قالت الدكتور بثينة البارح دو بريفيرونس نغسلوها بشوية صابون أخضر ناتوريل، وكل معناها ذاك اللي يقضي على الدواء ويقضي على يقضي معناها على الدواء اللي استعملناه في الخضرة هذه. كيف باش نحكيوا على أهمية الغلال خاصة البشرة السليمة للرضيع دونك أو للجنين عفوا أنه يطلع في بشرة حسنة. دونك نأكدوا على ضرورة الماء في أوقات مختلفة من النهار، كيف الخضرة والغلة، كيف البقول والألياف. زد يلزمها المرأة الحامل تحمي نفسها من أشعة الشمس وتتفادى الخروج هي والصغيرات والكبار في السن، أنهم يخرجوا ما بين فترة من العشرة متاع الصباح حتى المطلثة متاع العشية، خاصة أنه الوقت ذيك تبدأ فيه الحرارة مرتفعة جدا. خاصة احنا صيفنا معروف، صيف في تونس صيف سخون برشا. دونك هذا وأكثر إن شاء الله باش نتناولوه بالحديث مع مدام بثينة الشيحي الزين طبيبة مختصة في التغذية بعد الفاصل الإعلانية. مرحبا بكم من جديد ورجعنا لكم في لاماتينال. صباح الخير تونس، احنا باش نقولوا صباح الخير للدكتور بثينة. مرحبا بك دكتور بثينة شيحي يزين طبيبة مختصة في التغذية، مرحبا بك. صباح النور ناس. الوغ دكتور، البارح بدينا نحكيوا على المرأة الحاملة التغذية السليمة نتاعها وكيفاش تحمي نفسها وتحمي جنينها. اليوم مش نزيدوا عليها بلاس المرأة المرضى، تفضل. تري بيان. الوغ احنا البارح بدينا نحكيو صحيح على الظروف اللي معناها بالنسبه للتغذيه للمراه الحامل شنو لازمها تاكل، واليوم باش نزيدو ندخلوا المراه المرضعه، واللي قلته البارح في اول المداخله نتاعي باش نعاودوا على خاطر سي فالابل بوغ توت لي دو، المراه الحامل والمرضعه. رانا ما ناكلوش في مدة الحمل ولا مدة الرضاعة الزوز عبيد، اون ما مانج با بوغ دو، ولكن باش نحسنوا الماكلة نتاعنا مرتين. هاني باش نفسر علاش.
على خاطر فما دراسات تعملوا يقولوا اللي يا سور بلان ستاتيستيك معناها اون مويان على مده الحمل الكل المراه الحامل يزيدوها يضاف لها معناها سور لو بلان كالوريك 80,000 كيلو حريره هي كي نقسموهم في النهار نلقاهم بين 260 وبين 280 كيلو حريره في النهار ينضافوا على الماكله العاديه نتاع المراه الحامل اللي هي في 2000 2500 شفت معناها بريسك العشر نتاع الزياده على ماكلتها نتاع العاده هذيك عليه الحكايه ماهيش صعيبه ولا معناها بالنسبه للمراه قبل الحبيله نتاعها تاكل بصفه منتظمه وتاكل معناها ماكله متوازنه راهي باش تزيد ليكيفالون نتاع حفنه فاكهه في اللي معناها اون بوانيي دو فروي سيك فيها زوز فيها اللوز وفيها مثلا البوفريوه والا ليكيفالون دو ثلاثه كعبات تفاح في النهار دونك هذه هي الحكايه انساو فكرة اللي لازم ناكل برشا ولا ناكل زوز عبيد خاطرني حبلة ولا خاطرني الرضع هذا أول حاجة بيه توا كيف باش نحكي وشو ما النصائح حكي دو مانيير جينيرال مي سورتو لهالفترة الحبالة في السيف اللي هي فترة تقلق شوية المرأة الحبلة اكسيتيرا معناها أول حاجة نأكدوا على شربين الماء وانت تبارك الله عليك إيناس معناها حاجة كو تو ميتريز مانون تري تري بيان معناها قيمة شربين الماء بصفة متواصلة وقيمة تبديل الماء معناها بالنسبة للماء المعدني كل مرة نبدلوا اون مارك فما نقعدوش فرد ماء نشربوا فيه Et ça, c'est important aussi. À la خاطر نرجعوا ديما لك ليتيكيت اليمونتير نغزروا لها هيك البطاقه الغذائيه على كل دبوزه نتاع ماء ونشوفوا مثلا اذا فيه اكثر فلويور نشرب منه من بعد نمشي لاكثر مثلا كويفر والا نمشي لاكثر بوتاسيوم ولا نمشي كل مره نبدل ما نقعدش فرد معناها ماركه نتاع ماء هذه حاجه والماء زاده بالنسبه للمراه الحامل نجموا نشربوه ديما مع كعبه غله معصوره راو سي امبورطون باسكو مع كعبه الغله المعصوره هذيك نعرفوا الماء يمتص بشويه بشويه خاطر كل الالياف وهاك الفركتوز السكر نتاع كعبه الغله باش يخلي الماء يمتص ومي معناها خاطر البدن الى توندونس باش ياخذ الكميه اللي حاجته بها من الماء والباقي يمشي في التبول فوالا دونك نشربوا بشويه بشويه وهكا كلكو استوس باش نخليو الماء يمتص يركح زاد دكتور يركح الجلوكوز في البدن هكا ولا كي تبدا فما فروي في وسط الماء وي اون فيت فما حاجه باش نحكيو عليها كي نخلطوا للحاجه الاحتياجات نتاع الجنين مثلا انت قلت لي الحاجه اللي تعدل مستوى السكر في الدم فما حاجه اسمها الكروم داكور الكروم اللي نلقاوها في الدجاج المشوي وفما الخضر الخضراء الكروم هذا هو سي ان نوتريمون اللي يعدل مستوى السكر عند المراه الحامل وعند الجنين Il est important باش نجيبوه الكروم في الواحد نتاع دونك جوست اون بارونتيز باش عرفت على كلامك باهي الوغ توا المراه الحامل شنو هي في السخانه اهم حاجه والمراه المرضعه اهم حاجه ننصحوا بها اهم حاجه ننصحوا بها ردوا بالنا من التلوث الغذائي ردوا بالنا جوستومون من سكون ابل لانتوكسيكاسيون اليمونتيغ الدنيا سخونه اول حاجه نحاولوا ما ناكلوش البرة المرأة الحامل ولا المرضعة تحاول ما تاكلش البرة تاكل في الدار على خاطر البرة ما عندنا حتى معناها اوكين ميتريز ني كونترول اكزاكتومون من حتى ضمان اللي الماكلة البرة هي ماكلة نظيفة صحية وسيرتو نظيفة ماهيش معفنة دونك ردوا بالنا في الدار دونك نبعدوا على الفاست فود وعلى الحكايات هذه الحقيقة Il faut faire très très attention, d'accord المنظمة العالمية للصحة راهي كل عام تخرج أرقام السنة اللي فار السنة الفارطة خرجت رقم يقول اللي في العام فما إنسان على ثمانية وخاطر كنا قبل إنسان على عشرة معناها إن بيرسون سور ديز في العام يعمل تلوث غذائي وفيهم برشا اللي يتوفاو على لا يقدر على خاطر كيف تتقدم خاصة منهم الرضع الأطفال المسنين وحتى الحوامل يردوا بالهم برشا من الحكاية دي
دونك شو ما نصايح بارابور الحكايه هذه معناها كيفاش نتفاداو التلوث الغذائي؟ اول حاجه في الساعه ما ناكلوش برا وفي الدار الخضره نتاعنا والغله نتاعنا نغسلوها بالكدا بالكدا نظفوها كيف ما حكيت انت دونك بال صابون الاخضر اي طبيعي نسرق من عندك خاطر لازم معناها ان برودوي سافونو مي ناتوريل دونك طبيعي نجم نحطو زيدا في الباسينة ما نخليوش برجرة والخضرة تتنفخ دقيقتين ماكسيموم من نحطو فيها الخل الأبيض وإلا البيكربونات دو سود زيدا داكور هذيك فريمون تحرق لي بيستيسيد لي بيستيسيد هما هاك شنو يتسمى الدويات اللي استعملوه مثلا المبيدات فوالا المبيدات هذيك راهي ردوا بالنا برشا على خاطر فما تقارير زيدا خرجوا من المنظمة العالمية للصحة يقولوا الـ OMS يقولوا اللي هالمبيدات هذيا عمال معناها اوناسيست للنوسيفيتي نتاعها الخطر نتاعها والمشاكل اللي تنجم تعملهم عند الانسان ما نحكيوش الفلاح اللي يخدم طول بها هذاك معرض لبرشا امراض عصبيه وامراض خطيره برشا حتى في البشره حتى اكزاكتومون تنفس اي صحيح لا مالادي دو باركنسون مثلا في الامراض العصبيه اللي انكريميني في الواحد نرجعوا للمراه الحامل المراه الحامل لازمها تغسل بالكدا الخضره نتاعها الغله نتاعها يلزم كيف نقصوا مثلا اللحوم ولا الدجاج على هكل احنا نقولوا اللوحه هذيك نقصوا عليها يلزم نشلوها من بعد نقصوا عليها الخضره راهو التلوث ينجم يجي من حاجه سليمه معناها يفو اوسي اتر فهمت دونك يلزمنا نغسلوا بالكدا نقصوا الحمله ومن بعد نغسلوها ونقصوا عليها الخضره ما نقصوش بفرد سكينه الخضره وكيف نطيبوا ما نتهناوش نقولوا احنا طيبناها الماكله دونك ما عادش فيها دي بكتيري ما عادش فيها جراثيم ردوا بالنا في السخانه هذيا كي تحطها لبرا وتنساها راهي تتلوث في ساعه وما تفيقش بها دونك ديما نحفظوا بالكدا الماكله بعد التطيب اول ما تبرد الماكله تتحط في الفريجيدير ديما نحاولوا الكوجينه تنبردوها ولا الماكله نخرجوها من الكوجينه تبدا كلها سخونه بالبخار نتاع التطيب دونك سا سي تري امبورطون بالنسبه للفتره هذيه نتاع للمراه المرضعه والا المراه الحامل باش تتجنب التلوث الغذائي نرجعوا جوست اون بارونتيز للمراه اللي قلنا البارح ما عندهاش المناعه نتاعها لا توكسوبلا بارابور على توكسوبلازموز ما عندهاش مناعه دونك احنا في فتره الحمل نخافوا عليها لا تمرض بالتوكسوبلازموز دونك يلزمنا نتفاداو الحكايه هذيا كيف كيف بغسلين الخضره والغلال وتطيب اللحوم بالكدا با دو فيونت سينيونت يعيشكم ردوا بالنا داكوغ والاقتراب من الحيوانات الاهليه كيما القطاطس اكسيتيرا باهي توا اشنو وقع عندنا باش نحكيو على المراه المرضعه باش نعطيكم حاجة مثلا في الاحتياجات للجنين وإلا للبيبي بعد ما يتولد فما دي نوتريمون هي مواد غذائية صغيرة برشا احنا بعد ما ناكلوا من بعد فما الجهاز الهضمي اللي هو باش يهضم وباش يكسر وباش يصغر يفتفت باش نجموا يتعداو في الدم اسمهم دي نوتريمون لي نوتريمون هذوما باش نحل عليهم قوس باش ندير لكم بالكالسيوم اللي هو معناها كلمة معهودة فهمت والناس كلها تعرف ومهمة. قيمة برشا قيمة الكالسيوم عند الـ 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 الجنين وعند البيبي بعد ولادته به الكالسيوم هذية ساعة بالنسبة للجنين راهو معناها الى اون بلاس تري امبورطانت في لا كروسانس نتاع وتكوين العظم نتاعو سكيليت داكور السنين نتاعو النخاع الشوكي الاعصاب نتاع الجنين وتتواصل الماموريه هذيا الكالسيوم حتى بعد الولاده الرضيع كيف كيف دونك الام العظم العضلات مهم برشا في الـ في الـ في لا كروسانس بالنسبه للجنين ولا النمو دونك المراه الحامل والمراه المرضعه يلزمها ان ابور كوتيديان نتاع كالسيوم نجيبوه من الماكله بالنسبه للحامل في 800 ملي غرام وبالنسبه للمرضعه 1200 ملي غرام دونك هوني باش تطلع الحكايه فين نلقاو الكالسيوم باش نلقاوه في الحليب ومشتقاته متفاهمين داكور باش نلقاوه في الـ في الـ في الـ في الـ في الحوت هوني سردينه
نرجع ديما للسردين، انا مغرومه صح عليك مغرومه بسردين وما ناكلاش، ولكن معناها الفوائد نتاع السردينه مهمين برشا. ريتا ونحكيو على الكالسيوم، ناكلوا السردينه بالشوك نتاعها، حتى في لي كونسيرف ناكلوا السردينه بالشوك نتاعها باش نجيبوا قيمه هامه برشا للكالسيوم في الحليب وفي مشتقاته وفي الشريحه. واحنا عندنا عاده الشريحه، عندنا قبل داكور لي فيك سيشي الكرموز الشريحه، الشريحه الناس كل تعرف الشريحه هذيك، تتنفخ شويه في زيت زيتونه اي سي تري بون، سي بوري دو فيتامين داسيد اميني اي دو كالسيوم. دونك المراه اللي ما تاكلش السردينه ولا الحوت ولا اللحوم اكسيتيرا وتبدا من فيجيتاريان احنا نقولوا تاكل تمشي للسردينه والكرومب تمشي لل دونك قلنا للشريحه والكرومب بالنسبه للخضر، الكرومب راهو فيه اون بون تونور اون كالسيوم. فما دوتر نوتريمون مواد غذائيه كيف ما مثلا ناخذوا ليكزامبل نتاع الحديد. الحديد مهم برشا. الحديد زاد كيف كيف في الحباله ديما الطبيب المباشر يعطي المراه اون سوبليمونتاسيون، معناها يعطيها زاد حرابج نتاع الحديد خاطر ياسر نخافوا من فقر فقر الدم في مده الحباله للحامل وللجنين كذلك. دونك الحديد مهم برشا على خاطر هو اللي يكون الكرات الحمر في الدم، سي تري امبورطون سا اي دونك هذوك يهزوا الاكسجين زاد للدم كامل والحديد. الوغ الحديد باش نلقاوه في خضره مش متداول باش نعرف معناها في العاده معدنوس، انت تعرف معدنوس في برش حديد؟ نعرف برافو يا ناس برافو. إبا المعدنوس في برش حديد داكور، خاطر احنا معهود السبناخ داكور في برش حديد. لي لونتي اللي هما العدس داكور، كل ما هو دبابش سا سي امبورتون، واللحوم الحمراء هذوكم فيهم الحديد. لا فيتامين دي، لا فيتامين دي اللي هي مهمه ياسر للجنين وزيدة للرضيع كي تولد ويشرب نخرجوه شويه للشمس نعطيوه هذاك سي ايفيدون سي سيستيماتيك بيان سور، على خاطر الفيتامين دي والكالسيوم مهمين برشا للعظام نتاع كوسوسوا الجنين والا الرضيع. دونك نخرجوه شويه للشمس ما عادش نخافوا، راهو برشا من التخريج الصغير يقول لك اعمل 40 وما نخرجوش وكل شيء، لا اون بو معناها نجمو نخرجوه عادي عادي بيان سور، ما نخرجوش في سخانه في الذروه، ما نخرجوش في سخانه كبيره باش تبرد الدنيا وتهدى النسمه باهيه، نجمو نخرجوا الرضيع نتاعنا نعملوا به دوره سورتو في اللي مثلا البقايا اللي فيهم شجر من مش البقايا اللي فيهم كياس وكراهب تمشي وكل شيء وتلوث به. ولا فيتامين دي بخلاف الشميسه، على خاطر زيد المراه الحامل ما نخليوهاش ياسر اكس اكسبوز للشمس خاصه البشرة بين الفتره بين العشره هذيك بين ال 11 والخمسه نتاع العشيه مش مطلسه راهو الخمسه حتى الخمسه نتاع العشيه نحاولوا نتفاداو ليكسبوزيسيون دونك او سولي. زيد نخمو في البشره نتاع المراه الحامل الكلف ما يعرف عليه بالكلف الميلازما لي بيربيغمونتاسيون هكا الكحوليه اللي تجي في الوجه على خاطر فما اناكس هرمونال معناها بارتيكولي في مده الحباله دونك نحاولوا نتجنبوا. ما عندوش هذاك دكتور علاقه بالتغذيه معناها يطلع كيكا معناها أو فيت فما شويه علاقه، ولكن هذايا بالنسبه للمراه الحامل سي ليكسبوزيسيون او سولي، فما هرمونات في بدنها متكاثرين في مده الحمل هما اللي يكبتيو اكثر لي ريون سولير وعلى خاطر هما يكثروا في الميلانين تحت البشره هذيك علاش هرمونات. ولكن مثلا فما بتيت بارونتيز كوم سا لي بور لو فان، فما اوكليت اللي الانسان اللي تحب تخرج تتبرنزا مثلا فما اوكليت كي اكسيليغ لو برونزاج هما الخضر وال الغلال الحمراء اللون ولا صفراء اللون كيما مثلا لي كاروت السفنيريا كيما الطمطومه ياسر تحب العوينه انت والله هذه الثالث مره العوينه على الغلال العوينه نهار باش نعملوا حصه خاصه على العوينه والله اللي خاطر عندنا في الدار عوينه دونك فوالا اقرب لي فهمت اذا العوينه
فيها برشا برشا فوائد، منهم لي فيتامين انتي اوكسيدانت فريمون برشا، وفيهم برشا الياف مهمين سورتو اللي يسهلوا الطبيعه في البدن ويعدلوا امتصاص السكر في البدن. دونك فوالا اون افي ان اكسبوزي على عوينا بالحق سي بيان. زيد فما البتراف وفما اي هذوما معناها الغلال والخضر اللي لونهم احمر اصفر كي ناكلوهم قبل ما نخرجوا اون سيكسبوز او سولي تسهل لنا عمليه البرونزاج. بون سي اون بارونتيز بور لو بور لو فان. نرجعوا دونك للمراه الحامل والمراه المرضعه. دكتور فما المراه الحامل في الشهر السابع كيكا ديما يكثر الكونترول، خاصه انه تنجم تتعرض لسكر الحمل، وسكر الحمل نعرفوا انه يجي من ستريس ربما من الضغط، فما حاجات مغال وزيد اكيد فما حاجات مرتبطه بالتغذيه السليمه ربما ما تبعتش الحميه المناسبه او التغذيه اللازمه، هذاك علاش تعرض هي للسكر الحمل وتنجم نجم تنقلوا حتى للجنين نتاعها ويبدا هو زاد مريض بالسكر. صحيح صحيح، العلاقه وتيده مع التغذيه. بالنسبه للمرض السكري اللي يجي في فتره الحمل علاقه وتيده مع التغذيه ومع قله الحركه. دونك هذاك علاش احنا ننصحوا وقت اللي تنجم ايفيدامون المراه الحامل مش طبيبه يقول لها راك ما يلزمكش تتحرك خاطر فما حاجات فوالا يا ريسك ايفيدامون ماهيش باش تتحرك، ولكن المرأة الحامل اللي الحمل نتاعها عادي ولاباس يلزمها تتحرك. وبالنسبة للتغذية باش نعطيك معناها كمونتاليتي نتاع اقعد 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 ما تتحركش درا شنو نتاع غلط غلط غلط، يلزمها تتحرك يلزمها تتعطى رياضة. معناها الوغ بالنسبة للأكل ومهم برشا باش نتفاداو لا سورفوني معناها دان ديابيت جيستاسيونيل مرض السكري في مده الحمل، نتفاداو هاك الفرينه البيضه والسكر الابيض. معناها باش نمشيو اكثر لكل ما هو حبوب قمح. كامله صحيح القمح الكامل، حبوب كامله راهي مهمه برشا للبدن وياسر تعاون المراه كسوسوا الحامل والا المرضعه بالنسبه لتعديل مستويات السكر في الدم نتاعها، وبالنسبه زاده للهضم وتسهيل الطبيعه. اي سا سي امبورطون. دونك باش نمشيو للخبز الكامل، باش نمشيو لي بات كومبليت المقرونه الكامله السمراء، الخبز الاسمر المقرونه السمراء، الروز الاسمر زاده كيف كيف، هذوما كلهم اي سون تيريسون. الكسكسي الاسمر زاده الكسكسي الاسمر الكسكسي القمح ايفيدامون. باهي هذوما حاجات نفهموا اللي زاده الماكله نتاع الجاتوات وفمك الشهوات زاده المراه الحامل ما تشتهي وكل شيء، نقولوا لها تربس روحها في الحكايه هذيا. دونك كل ما تحس اللي عندها انا بيل او سوكر احنا نقول معناها حاجه حلوه تعيط لها تمشي تاكل كعبه الغله. داكوغ. بالنسبه للمراه اللي عندها ديجا مرض السكري يعيشكم الغله ما ناكلوهاش وحدها في اللمجه خاطر هاك السكر نتاع الغله ولو انه سكر طبيعي راهو ينجم يطلع شويه في الجليسيمي ونجموا ندخلوا في حلقه مفرغه بالنسبه للسكريسيون دانسولين اكسيتيرا. دونك ديما الغله بعد الماكله بالنسبه للمراه المريضه بال السكري الحمل، وان شاء الله ربي يلطف بنساء الحوامل الكل وان شاء الله ربي يوصل بسالم. شكرا ليك دكتور بثينة الشيحي زين طبيبه مختصه في التغذيه، شكرا ليك على كل هذه النصائح، يعطيك الصحه.